نينا في العاشرة من عمرها، بسبب الحرب المندلعة في بلدها خسرت عائلتها القدرة على تأمين لقمة العيش، وصارت تتكل على المساعدة الغذائية لتبقى على قيد الحياة. هذه المساعدة بالكاد تؤمن لهم ما يكفيهم ليأكلوا، ومع ذلك تم إبلاغهم بأنهم سيحصلون على حصص غذائية أقل. فالتضخم المتفاقم أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار، حتى أسعار الأغذية الأساسية مثل الخبز. وفي المدرسة أخبروا نينا بأنها ستحصل من الآن فصاعداً على وجبتين فقط من الطعام بدلاً من 5 وجبات في الأسبوع. نينا قلقة، فوالدها ووالدتها يغضبان بسرعة من بعضهما ومنها أيضاً في كثير من الأحيان، وهي تشعر بالدوار خلال قيامها بالأعمال الموكلة إليها، وتجد صعوبة في التركيز في الصف. أخبرها والداها بأنهما سيضطران إلى الانتقال إلى مدينة أخرى ليجدا عملاً، وبأنها ستضطر إلى العيش مع عمتها والاهتمام بإخوتها الأصغر سناً. ستضطر نينا إلى ترك المدرسة وتمضية معظم وقتها في إيجاد الطعام وجمع الحطب. لقد سمعت أن الفتيات والنساء الأخريات يتعرضن للتحرش خلال جمعهن الحطب، وأن بعضهن تعرض حتى للاعتداء. نينا مرتعبة. ما تظهر قصة نينا الشائعة جداً هو الترابط الوثيق القائم بين الأمن الغذائي ومخاطر حماية الطفل. بالتالي فإن عمل هذين القطاعين معاً بشكل وثيق يؤدي إلى نتائج هائلة في تحسين حماية الأطفال. في هذا الفيديو القصير نلقي الضوء على بعض السبل إلى تحقيق هذه النتائج. يشكل هذا الفيديو جزءاً من سلسلة فيديوهات تستعرض المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني، أو المعايير الدنيا لحماية الطفل، وهي أساسية لجميع العاملين في المجال الإنساني، فهي تساعدنا على القيام بواجباتنا تجاه الأطفال. في هذا الفيديو نستعرض المعيار 21، الأمن الغذائي وحماية الطفل. مهما قلنا عن أهمية التعاون بين قطاع حماية الطفل وقطاع الأمن الغذائي، لا يمكننا أن نفيها حقها. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد البرامج المخططة لها بشكل مشترك في المواقع نفسها في التخفيف من أثر انعدام الأمن الغذائي على حماية الأطفال. كذلك، فإن العمل معاً من أجل تطوير معايير مشتركة للاستهداف يشكل خطوة عملاقة نحو توحيد العمليات وضمان عدم نسيان أي طفل. ومن المهم جداً أيضاً تطوير آليات الإحالة وتدريب الجهات الفاعلة في مجال الأمن الغذائي على تحديد حالات حماية الطفل وإحالتها لاحقاً. في سوريا قام برنامج الأغذية العالمي بتجربة من هذا النوع. لقد لاحظنا نحن وزملاء الميدانيون أن ظاهرة عمالة الأطفال بارزة بشكل خاص في المناطق القريبة من برامجنا، حيث نوزع المساعدة الغذائية مثلاً. بعد أن لاحظنا هذه الظاهرة في العمل الميداني، درسناها وتواصلنا مع العاملين مع الأطفال، لا سيما الوكالات الموجودة في البلد مثل اليونيسف. فأدركنا أن طاقم العمل في برنامج الأغذية العالمي يفتقر إلى القدرات اللازمة لتحديد حالات حماية الطفل المحتملة وإلى القدرة على العمل لمساعدتها. فبدأنا بدورات تدريبية لتوعية العاملين معنا بشأن موضوع عمالة الأطفال بشكل عام ضمن مجال حماية الطفل. وطورنا مبادئ توجيهية أساسية جداً تشرح للخبراء في مجال التغذية ما هي عمالة الأطفال وكيف يمكن تحديد حالات عمالة الأطفال. فقمنا بدورات تدريبية ومواكبة خلال العمل، وبدأنا نحدد الحالات ونجري عمليات التقييم السريعة أيضاً في الميدان. وأبرز ذلك ارتباطاً واضحاً بين انعدام الأمن الغذائي وعمالة الأطفال، وأصبحنا الآن قادرين على إحالة هذه الحالات إلى الممارسين في مجال حماية الطفل، ويمكنهم عندئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستجابة أيضاً لهذه الحالات. إن هذا النوع من التعاون يعمل في الاتجاهين، فالجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل قادرة على رصد وإحالة الأطفال والعائلات ممن يناضلون لتغذية أنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تضمين أصوات الأطفال ومنظوراتهم في عمليات التقييم والرصد يسمح للعاملين في قطاع الأمن الغذائي بتحقيق أهدافهم استناداً إلى التغذية الراجعة من الأطفال.
ويمكن لدعم الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بواسطة التدخلات الهادفة إلى تقوية العائلات مثل التربية الوالدية الإيجابية أن تخفف من مخاطر العنف الجسدي والعاطفي في المنزل وتحسن العلاقات بين مقدم الرعاية والأطفال. ليست هذه سوى بعض الأمثلة عن التعاون بين قطاع الأمن الغذائي وقطاع حماية الطفل، لكن من المهم بالقدر نفسه أن نحدد الأوضاع التي تسوء فيها الأمور ونوثق ونعالج أي عواقب سلبية غير مقصودة للتدخلات في مجال الأمن الغذائي على سلامة الأطفال ورفاههم وبالعكس. وقد عالجت منظمة بلان انترناشنال في ملاوي هذا النوع من العواقب السلبية في برنامج للأمن الغذائي في مخيم اللاجئين تزاليكا. لقد أجريت عملية تقييم مشتركة لتقييم مخاطر حماية الطفل المرتبطة بالأمن الغذائي. رأينا أطفالاً ينتظرون في الطوابير ساعات طويلة للحصول على الطعام، ورأينا أيضاً أطفالاً يتغيبون عن المدرسة حتى يقفوا في طوابير توزيع الطعام. كذلك لاحظنا لجوء هؤلاء الأطفال إلى آليات تأقلم سلبية نتيجة انعدام الأمن الغذائي. على سبيل المثال، الأطفال الذين يجوبون المكان ليستجدوا الطعام، والأطفال الذين يبحثون عن الطعام في مكبات النفايات، وبعض الأطفال الذين انخرطوا حتى في عمالة الأطفال. لذلك مع شركائنا في التنفيذ تمكنا من وضع تدابير التخفيف. قمنا بتدريب ميسري توزيع الطعام على حماية الطفل حتى يساعدوا في تحديد مخاطر حماية الطفل، فتمت إحالة الأطفال الذين يقفون في الطوابير للحصول على الطعام إلى رعاية الكفالة، وتلقى الأهل الذين يكفلونهم رسائل إحالة للحصول على الطعام نيابة عن الأطفال. لكننا حرصنا أيضاً على أن نحدد معاً أي مخاطر لاحقة على حماية الطفل وعلى أن نعالجها بشكل مشترك. وبعد عملية التقييم المشتركة تمكننا من إيجاد الحلول للمشاكل المتعددة القطاعات التي حددناها المتعلقة بحماية الطفل. يحدد المعيار 21 من المعايير الدنيا لحماية الطفل نهجاً منتظماً ومتكاملاً بين قطاعي الأمن الغذائي وحماية الطفل، يقوم على التنسيق والتكامل. تذهب نينا مع والديها لتلقي حصصهم الغذائية لهذا الشهر. في موقع التوزيع ترى نينا مكتب مساعدة صديق للطفل وتلتقي بامرأة اسمها عليا. عليا قد تلقت تدريباً في منظمة محلية لحماية الطفل، وهي قادرة على تحديد وإحالة الأطفال القابلين للتعرض للأذى. تشرح عليا لنينا أن مكتب المساعدة هو مكان يستطيع فيه الأطفال والبالغون أن يطلبوا المعلومات والمساعدة ويتشاركوا التغذية الراجعة. بعد حديث نينا ووالديها مع عليا، تؤمن لهم عليا التواصل مع منظمة إنسانية تقدم المساعدة النقدية للعائلات القابلة للتعرض للأذى حتى تلبي احتياجاتها الغذائية. يقوم أحد العاملين على الحالات بمتابعة حالة نينا وعائلتها. ينضم والدا نينا إلى برنامج تربية والدية إيجابية يساعدهما على إدارة ضغوطاتهما بشكل أفضل وعلى خلق بيئة منزلية آمنة وسليمة لنينا وإخوتها. من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعات والاستثمار في التدريب، يمكننا أن نحقق بشكل أفضل أهداف برامجنا ونغير حياة ومستقبل الأطفال وعائلاتهم في الأزمات الإنسانية. النتائج كفيلة بتغيير مسار الحياة. لمعرفة المزيد زوروا موقع تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني والشبكة العالمية المشتركة بين الوكالات التي تعزز حماية الأطفال ورفاههم في الأطر الإنسانية